لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. معنا في هذا اللقاء عالم من العلماء، ربما هو أول من لقب بأمير المؤمنين في الحديث، وكذلك هو أول من تكلم في الجرح والتعديل، ثم جاء بعده تلامذته كيحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي، ثم بعد ذلك جاء جيل الإمام أحمد وجيل يحيى بن معين عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. شعبة ابن الحجاج البسطامي، أبو بسطام عليه رحمة الله تبارك وتعالى، اسمه شعبة بن الحجاج ابن الورد العتكي الأزدي أبو بسطام الواسطي، مولى عبده ابن الأغر مولى يزيد بن المهلب ابن المهلب ابن أبي صفرة، فهو من الموالي، ومر معنا كثير من التراجم، يعني غالب الذين مروا معنا يعدون من الموالي ولا يعني يعدون من العرب صليبة. وقلنا هذا مرارا وتكرارا أن هذا لا يعيب الإنسان، فالله تبارك وتعالى من رحمته ونعمته بنا أنه لا يؤاخذنا ولا يحاسبنا على أمر ليس لنا فيه خيار. فقضية النسب وقضية يعني حسن المنظر واللون والجنسية واللغة وغيرها، هذه أمور لا دخل الإنسان فيها، ليس من كسبه، هذه منن من الله تبارك وتعالى يمن بها على الإنسان، ولكن الذي يحاسبه عليه ربه تبارك وتعالى ما كان له فيه خيار من كسب يده ومن اختياره. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فهنا يحاسب على الإنسان على هذه الأمور التي يكتسبها بيده، أما الأمور التي هي يعني فطر عليها لا يحاسبه، وليس له فضل عند الله تبارك وتعالى، لا يفاضلون بذلك. فهذا هو نسبه عليه رحمة الله. يقول عنه الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه العظيم السير، يقول: كان أبو بسطام، وهذه كنيته أبو بسطام، كان إماما ثبتا ناقدا جهبذا. أرجو أن نتأمل في هذه الأوصاف، وهذه الأوصاف من الذي يقولها؟ إمام بحجم الإمام الذهبي، هذا كما نقول عالم من العيار الثقيل، والإمام الذهبي رحمه الله من أنصف عباد الله، وكتابه العظيم سير أعلام النبلاء الذي طبع مؤخرا طبعة رائعة بإشراف الشيخ شعيب الأرنؤوط، ما يزيد على 35 مجلد، من أمتع وأروع الكتب التي يجعل الإنسان يعيش مع حياة السلف. فالإمام الذهبي هذا المحدث الكبير لا يعطي هذه التزكيات لمن لا يستحقها، فقال هو إمام، قال أبو بسطام، كان أبو بسطام إماما ثبتا ناقدا جهبذا صالحا زاهدا قانعا بالقوت، رأسا يعني إماما، رأسا في العلم والعمل، منقطع النظير، قلما تجد نظيره، وهو أول من جرح كما ذكرت لكم، تكلم في الجرح والتعديل. جرح والتعديل هو علم عظيم لا يوجد إلا عند أهل السنة والجماعة، علم الرجال وعلم الجرح والتعديل، أي حديث تقف عليه تقرأه في دواوين الإسلام ومصادر السنة تستطيع، يعني يستطيع الذي عنده الآلة والمعرفة بهذا العلم العظيم، علم الرجال وعلم مصطلح الحديث، قواعد حديثية ومنهجية واضحة، يستطيع أن يعرف من خلالها هل هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يقله. علم عظيم، غرة في جبين هذه الأمة.
المحدثون. وكما قلت لكم لا يوجد إلا عند المسلمين على وجه العموم، وعند أهل السنة والجماعة على وجه الخصوص. ولذلك أهل السنة والجماعة لهم أسماء يسمون بأهل السنة والجماعة، ويسمون بأهل السنة، ويسمون بالجماعة، ويسمون بأهل الحديث، ويسمون بأهل الأثر، ويسمون بالسلف، ويسمون بأتباع السلف، ويسمون بالفرقة الناجية، ويسمون بالطائفة المنصورة. كل هذه الأسماء المباركة لطائفة واحدة، وكل هذه الأسماء عليها أدلة من الكتاب والسنة، ليست أسماء مبتدعة كما هي الأسماء عند غيرنا من الفرق والمذاهب والجماعات. لذلك هو أول من تكلم في علم الجرح والتعديل، يعني يقول هذا الفلان، هذا الراوي ضبط، وهذا الراوي نسي، وهذا الراوي حافظ، وهذا غير حافظ، وهذا مدلس، وهذا ضعيف. طبعا يتكلم ليس من باب هكذا إصدار الأحكام عشوائيا وتخرصا، أبدا، يقولون ذلك للملازمة. أناس اختلط الحديث بشحمهم ولحمهم، يعيشون على مدار الساعة على الحديث، ربما أحدهم يتجشم المشاق ويذهب. ومنهم شعبة ابن الحجاج، له قصص كثيرة في الرحلة في طلب العلم. وهذا هذا هذا لوحده باب عظيم لا يمل الإنسان من القراءة فيه، رحلة أهل العلم في طلب الحديث، كيف كانوا يعانون وكيف كانوا يكابدون. ربما أحدهم يؤجر نفسه خادما عند قافلة، جميع من في القافلة لا يصلحون أن يصبوا الوضوء عليه، ومع ذلك ربما أهان نفسه طلبا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يسافر آلاف الكيلومترات فقط ليطرق الباب على محدث يقول له أسمعت هذه اللفظة من النبي صلى الله عليه وسلم. وشعبة قد وقع له مثل ذلك لحديث واحد طاف من العراق إلى المدينة إلى مكة، ثم عاد إلى العراق ليتأكد من إسناد واحد. وربما أحدنا الآن لو قيل له مثلا في محاضرة في الجهراء أو في محاضرة في المنطقة العاشرة أو العكس، مثلا من كان ساكنا في تلك المناطق وقيل في، يقول لا تعب وش ودين وربع ساعة في السيارة. شوف سبحان الله هذه الهمم. ولذلك كان هذا حالنا، نسأل الله أن يرحمنا. فهم رحمة الله عليهم لم يكونوا كذلك، همتهم بلغت الثريا. نعم هم رجال ليسوا كسائر الرجال. فالشاهد أن هذا هو يعني ما أثنى عليه به الإمام الذهبي رحمه الله، قال وهو أول أو أول من جرح وعدل وأخذ عنه هذا الشأن يحيى بن سعيد القطان وابن مهدي إلى آخره. ذكرنا نسبه أو اسمه شعب بن الحجاج بن الورد الواسطي أبو بسطام. مولده ولد في سنة 82، نعم ولد في سنة 80 في دولة عبد الملك ابن مروان، وقلنا هذه الفترة كانت في الدولة الأموية. وقيل ولد في سنة 82، ثناء العلماء عليه، ثناء العلماء عليه ثناء عظيم جدا على هذا الإمام الكبير. كان فقيرا وكان زاهدا وكان متقشفا، كان عابدا زاهدا يعبد الله عز وجل عبادة عظيمة، ربما سرد الصيام وربما أطال القيام حتى قيل إنه يبس من شدة عبادته، سقط جلده على عظمه، نحل، أصبح نحيفا من شدة عبادته. كان يطيل كما قلت يديم الصيام ويطيل القيام. ومع تقشفه وفقره إلا أنه كان من أجود عباد الله. وإن شاء الله ربما أثر أو أثرين انتقيتها لكم حتى نقف على مدى جود هذا الإمام الكبير، على قلة يده وعلى فقره، إلا أنه كان عطوفا رحوما على المساكين.
يقول عنه أبو داود قال حدثنا شعبة. طبعا أبو داود الطيالسي ليس أبو داود صاحب السنن. قال أبو داود الطيالسي وهو أحد تلامذته قال حدثنا شعبة قال قال لي سفيان الثوري. وأيضا سفيان من تلامذة شعبة، يعني تقرأ في تلامذته يعني فعلا ما مات من خلف أمثال هؤلاء السفيانان الثوري وابن عيينة عبد الله بن مبارك يحيى بن سعيد القطان عبد الرحمن المهدي وغيرهم كثير، هؤلاء أئمة كبار نجوم تلامذة عند هذا الإمام الكبير. فيقول عنه سفيان الثوري أنت أمير المؤمنين في الحديث، أمير المؤمنين في الحديث شعبة بلا منازع، شعبة ابن الحجاج الواسطي أبو بسطام. وكذلك يقول عنه يحيى ابن معين، يحيى ابن معين والإمام أحمد تلامذة شعبة، يعني شعبة يكون شيخ مشايخهم، شيخ مشايخ أحمد ويحيى ابن معين أبو زكريا عليه رحمة الله. فيقول يحيى بن معين شعبة إمام المتقين، كما قلت لكم أيها الإخوة هذه التزكيات ليست من أناس عاديين، لو عرفنا من هم هؤلاء الذين أذكروا أسماءهم لعلمنا عظم هذه التزكيات التي حازها شعبة، كيف أمثال هؤلاء يقولون عنه هذه الكلمات العظيمة، أمير المؤمن في الحديث، إمام المتقين، الجهبذ العالم، يقولون هذا الكلام على ما لهم من جلالة وعلم وفضل. وقال أبو يزيد الأنصاري قال وهل العلماء إلا شعبة من شعبة؟ سبحان الله، كلمة جميلة هذه. يقول وهل العلماء إلا شعبة، الشعبة الجزء يعني، إلا شعبة من شعبة، يعني هؤلاء من ثمراته، كما تقول مثلا عن شيخ سام تيمية ابن تيمية له من التلامذة ابن كثير الحافظ ابن كثير أبو الفداء، وله ابن القيم رحمة الله عليه وابن رجب رحمة الله عليه وغيرهم، هؤلاء الثلاثة فقط يكفي، هم أئمة من أئمة الإسلام كلهم من تلامذة، وابن عبد الهادي كذلك وغيرهم كثير، لكن خصصت هؤلاء بالذكر لما لهم من الشهرة والفضل، تلامذة ابن تيمية، فكيف يكون ابن تيمية؟ كذلك هنا هؤلاء تلامذة شعبة، فكيف يكون شعبة عليه رحمة الله؟ ولذلك قال أبو زيد الأنصاري قال هل العلماء إلا شعبة من شعبة؟ وقال ابن معين كان يحيى بن سعيد القطان إذا سمع الحديث من شعبة لم يبالي ألا يسمعه من غيره. كان هذا الإمام من أدق الأئمة في رواية الحديث، شديد جدا لا يقبل أي رواية، وربما في طلبه على مشايخه أقرانه يكتفون بسماع الحديث مرة، هو لا يقبل إلا بسماعه مرارا وتكرارا لضبطه، وإذا لم يسمع شيخه يقول حدثنا أو أخبرنا ويسوق السند لا يقبل هذا الحديث، مع أنه ليست كل عنعنة ترد، العنعنة في السند فلان عن فلان عن فلان ليست كل عنعنة ترد كما قرأ أهل العلم، لكن إذا كان مدلسا ترد حتى يصرح بالسماع، لكن هو لزيادة حرصه وصيانته لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل هذه الأمانة العظيمة، لأنهم كانوا يسلكون هذا المسلك تدينا ليس كحال بعضنا صلى الله عليه وسلم والعافية يحفظ ليستكثر، إنما يسلكونه تدينا، بل قد تكون من أجل الطاعات التي يرجون أن يلقوا بها الله عز وجل أنهم سعوا وأفنوا أعمارهم في حفظ حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، كانوا شديدين، ومن أشدهم أبو بسطام عليه رحمة الله، كان لا يقبل، ما يقبل إلا أن يصرح شيخه أو من يحدثه بالسماع بقوله حدثنا أو أخبرنا. يقول الشافعي رحمه الله يقول لولا شعبة
لما عرف الحديث بالعراق. لولا وجود شعبة لما عرف أهل العراق الحديث. وكذلك عن حسن بن عيسى قال: سمعت ابن المبارك يقول: كنت عند سفيان فأتاه موت شعبة، فقال سفيان الثوري رحمه الله، فقال: اليوم مات الحديث. طبعا هذه كلمة فيها شيء من المبالغة، وإلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم باق، والله عز وجل قيض له الجهابذة أوعية العلم الذين حفظوه ودونوه، حتى الآن أصبحنا يعني أصغر طالب علم الآن يستطيع يذهب إلى المكتبة وب يعني مال زهيد نسبة يستطيع يشتري دوام الإسلام، والآن بعد أصبح الأمر أسهل وأسهل، مجرد على قرص مدمج ما يسمى بالسي دي المكتبة الشاملة يحصل جميع دواوين الإسلام بضغطة زر، تظهر له الروايات وكلام أهل العلم دون تعب. أما هم رحمة الله عليهم هم الذين أفنوا حياتهم وأعمارهم في جمع هذا الحديث العظيم. لذلك يقول يعني عندما سمع سفيان الثوري موت شعبة قال: الآن أو قال: اليوم مات الحديث. طبعا هذه على سبيل المبالغة، وإلا دين الله عز وجل غير مربوط بالرجال، والحق لا يعرف بالرجال بل الرجال يعرفون بالحق. لذلك قال ابن مسعود: من كان متأسيا فليتأسى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ثم ساق أثرا جميلا: أولئك أصحاب محمد أطهر الناس، إلى آخر الأثر الذي ذكره رحمة الله. كذلك قال الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة، قال: كان شعبة أمة وحده في هذا الشأن. أمة كما قال الله عز وجل عن إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة إماما يقتدى به. كذلك كان شعبة كما يقول عنه إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد، قال: كان شعبة أمة لوحده في هذا الشأن، أي في شأن الحديث والجرح والتعديل. وقال أبو نعيم في حليته، قال: ومنهم، يعني من الأئمة الكبار، ومنهم الإمام المشهور والعلم المنشور في المناقب مذكور له التقشف والتعبد والتكشف عن الأخبار والتشدد، يعني في طلب الحديث، أمير المؤمنين في الرواية والتحديث وزين المحدثين في القديم والحديث، أكثر عنايته بتصحيح الآثار والتبري من تحمل الأوزار، المتثبت المحجاج أبو بسطام شعبة ابن الحجاج، كان للفقر عانقا وبضمان الله تعالى واثقا. كلام جميل وجمل جميلة رائعة قيلت في أبي بسطام عليه رحمة الله. وقال يحيى بن سعد، قال: لا يعدل شعبة عندي أحدا. كنز شعبة بالنسبة لهم كان كنزا عظيما، بحرا متدفق من الضبط والورع والزهد والتحديث، فكان أحدهم يجاهد مجاهدة عظيمة حتى يصل إلى حلقته، يعني يثني الركب، لأن هذا يعتبر منقبة عظيمة أن يطلب الإنسان العلم عند أمثال شعبة. أما عن عبادته وزهده في هذه الدنيا فحديثه كما يقال يطول وذو شجون في هذا الباب. عن أبي بكر البكراوي قال: ما رأيت أعبد لله من شعبة، لقد عبد الله حتى جف جلده على عظمه، ليس بينهما لحم، إما كان يديم الصيام ويطيل القيام. وهذا يعني هذه فتوحات من الله كما قلنا مرارا، يعني ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل. يعني ربما الإنسان قد لا يستطيع أن يصوم كما كان يصوم أولئك، ولا يستطيع أن يقوم كما يقوم أولئك، ولكنه يعني لو فتش في أبواب الخير سيجد نفسه من الناس من فتح الله عليه بالصدقة، من الناس من فتح الله عليه في باب الحج والعمرة، أو في باب الصلاة، أو في باب الصيام، صلاة الأرحام، دعوة إلى الله، تفقد الإخوان، إلى غير السماحة
في البيع والشراء وحسن الخلق وغير ذلك من المجالات الكثيرة التي سنها لنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. والسعيد والموفق من وفقه الله عز وجل أن يضرب بسهم في جميع هذه الأبواب، كما ثبت في الصحيحين أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أبواب الجنة وأن للجنة 8 أبواب، وذكر منها باب الصيام والصلاة وباب الجهاد وباب الصيام باب الريان، فذكر عليه الصلاة والسلام أن هناك من الناس من يدعى، من كان من أهل الصدقة يدعي باب الصدقة، أهل الصلاة يدعي باب الصلاة، أهل الجهاد وهكذا. فسمت همة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال هل على يعني هل من الممكن فيما معنى كلامه أن يدعى الإنسان من هذه الأبواب 8؟ شوف همة أبي بكر. فقال نعم، قد يدعى بعض الناس من هذه الأبواب 8 لأنه يعد أهلا، يعني من هذه الأبواب يعد من أهلها. إذا عد أهل الجهاد فهم من المجاهدين، إذا عد أهل البذل والجود فهم من المصدقين، إذا عد المصلون فهم المصلون وهكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأرجو أن تكون منهم، يعني أنت منهم، أنت منهم. لذلك أقول يعني على الإنسان أن يوطن نفسه وأن يجتهد أن يزاحم، زاحم، أن يزاحم الناس في كل ميدان. حاول، وإن كانت نفسك ربما لا تطاوعك أو كان هذا المجال يثقل عليك كالصيام مثلا، يعني من الناس مثلا من الممكن أن يقرأ 2 ساعة قرآن لكن يثقل عليه أن يصوم يوما واحدا، واضح؟ من الناس من ربما يستطيع أن يصوم يوما ويفطر يوما لكن تثقل عليه صلاة الليل، والعكس. إذن هذه فتوحات وتوفيقات. ومن الناس من وفقه الله عز وجل في شتى هذه المجالات، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لكن القضية تحتاج إلى مجاهدة، إلى مجاهدة نفس، إلى توطين، إلى مصادمة للهوى، حتى يستطيع الإنسان أن يزاحم أولئك الأخيار. كما قال أحد السلف وهو يعبد الله عز وجل عبادة عظيمة ويعني نفسه تجره إلى النوم والراحة يقيمها، شيء عجيب، تقرأ في سيرهم شيء عجيب، كيف هؤلاء استطاعوا أن يتعاملوا مع أنفسهم بهذه الطريقة؟ حتى كان يعني يعاتب نفسه ويقول أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يعني يسبقون إليه أو أن يظفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم لوحدهم بهذا المعنى، لا أذكر كلمته ضبطا، قال والله ليعلموا أنهم خلفوا بعدهم رجالا فيقوم ويصلي ويكثر من العبادة، كأنه رفع لنفسه همة، أريد أن أكون في مصاف الصحابة. نعم، الله عز وجل ما كتب لي، هو يقول عن نفسه لسان حاله، ما كتب لي أن أكون في جيلهم، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، اصطفى أصحابه. ومهما عمل الإنسان لو عبد حتى يموت ولو تصدق بجميع أمواله ولو صام جميع أيامه لن يستطيع أن يصل إلى مرتبة الصحابة، انتهى. هل ممكن يكون إنسان نبي يقول أنا بصلي على طول وبصوم على طول وبتصدق بكل مالي ممكن يصير نبي؟ مستحيل، هذا فضل من الله عز وجل، ولكن المرأة مع من أحد. فلذلك مرتبة الصحبة لن نصل إليها، ويعلم، لكن يقول سأجاهد في العلم في 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 العلم والعبادة حتى أصل إلى مصافهم. هذه الهمة كانت عندهم، هذا الذي يحدوهم. عن عمر بن هارون قال كان شعبة يصوم الدهر كله لا ترى عليه، شوف لا ترى عليه، يعني ما يتأثر، يعني ما عنده مشكلة في الصيام، لأن الله عز وجل يسر عليه وسهل له. قال وكان سفيان الثوري يصوم 3 أيام من الشهر ترى عليه. طبعا سفيان أيضا كان له مقام عظيم وأحوال عجيبة في قيام الليل،
ربما لم يفتح عليه في الصيام، كان 3 أيام قال ويرى عليه، يرى عليه التعب، يتأثر، ما كان يطيق ما يطيقه أبو بسطام شعبة، أنه كان يصوم يسرد ولا يرى عليه أثر الصيام. فهذه توفيقات من الله عز وجل، هذا الذي أريد أن أؤكد عليه. وعن ابن منيع قال سمعت أبا قطن قال ما رأيت شعبة ركع قط إلا ظننت أنه قد نسي، ولا قعد بين السجدتين إلا ظننت أنه قد نسي. يعني إيش المعنى؟ يعني يقول عندما أرى شعبة يركع وأمثال هؤلاء والإخوة الأئمة إلى يومنا هذا هم قدوات الناس، ولا سيما طلاب العلم يرقبونهم بأعينهم. يعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أثر عنه أنه صلى يوم الأيام في وسط المسجد، لم يصل إلى سترة، هو كان يرى، وهذا قول جماهير أهل العلم أن الصلاة إلى سترة سنة، الشاهد أنه صلى، فعاتبه بعض الطلبة والمحبين، قال له شيخ كيف تصلي غير سترة؟ فقال يعني يقصد أن من أمثالك حري بأن يتبع السنة. هذا صحيح، إذا العلماء والأئمة الكبار لم يتتبعوا السنة والمستحبات ويحيوها بين الناس، من الذي سيحييها إذن؟ لذلك قيل له يعني كيف تفعل هذا الأمر؟ فقال أنا أعلم هذا، يعني أن الأفضل صلي إلى سنة لا شك، إلى سترة لا شك. قال ولكنني ابتليت. شوف يعد بلاء هذا العالم الرباني، قال ابتليت بأنني يقتدي بي الآخرون، طلبة العلم ينظرون شو يسوي الشيخ يفعل، بل بعضهم يجعل أفعال الشيخ وأفعال الشيخ وأقواله دليلا، يقول لا هذا قاله الشيخ، هذا فعله الشيخ. هنا الخطورة، إذا كان الإنسان في موضع التصدير الله المستعان لابد أن يراقب أقواله وفعله. المهم فقال هم، قال إني ابتليت، يعني كأن الشيخ لمس من واقع بعض طلابه أنهم يشددون في قضية الصلاة إلى السترة، وربما يؤثمون من يصلي لغير سترة، فأراد الشيخ أن يبين أن هذا الأمر لا يرقى أن يكون أمرا واجبا، لأنه يعلم سيقتدي به الآخرون وسيتناقلون هذا الفعل، أننا رأينا الشيخ يصلي في وسط المسجد لغير سترة. فالمقصود أن هؤلاء الأئمة الكبار تهفو إليهم القلوب ويكونون محط أنظار لا سيما من طلابهم وتلامذتهم، لذلك تجده ربما يبتعد عن كثير من الأمور التي هي من سجيته وطبيعته، ولكنه يعلم أنه الآن يرقب من قبل أنظار الآخرين، فلا بد أن يراقب نفسه أشد مراقبة، وهذا من الابتلاء كما ذكر أو سماه الشيخ. فهنا يقول نظرت إلى شعبة في حال الركوع قلت ظننت أنه قد نسي، يعني كما أن الإمام مثلا ربما يسجد وينسى، ممكن، أو يقف وينسى أنه في صلاة، فقال من كثرة ما يطيل في الركوع يقول القائل إنه نسي أنه في صلاة، وكذلك الجلوس بين السجدتين، وهذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، كان يرفع من الركوع ما كان يستعجل، حتى يقول الصحابة إنه قد نسي، لأن هذا الموضع من أكثر المواضع استعجالا يستعجل فيه الناس، فكان يرفع حتى يرجع كل عظم إلى محله ويطمئن ثم يسجد. وكذلك كان إذا رفع بين السجدتين أو جلس بين السجدتين أيضا كان يطيل عليه الصلاة والسلام حتى يقول القائل إنه نسي، فهو يسير على درب حبيبه صلى الله عليه وسلم هذا الإمام الكبير. مما من الله عليه على شعبة بن الحجاج عليه رحمة الله أنه كان صاحب قلب رقيق، يعني بالإضافة إلى علمه الغزير وإلى ضبطه وإلى إمامته في علم الحديث والجرح والتعديل وإلى زهده وورعه وعبادته العظيمة، أيضا من الله عليه
أن رزقه قلبا رقيقا رحيما يرق للمسلمين ولإحوال المساكين على قلة يده وعلى فقره، لا يكاد أن يرد مسكينا. عن أبي داود الطيالسي قال: كنا عند شعبة فجاء سليمان ابن المغيرة، أحد الناس جاء إلى شعبة يبكي، هذا سليمان جاء يبكي إلى مجلس شعبة، فقال له شعبة: ما يبكيك يا أبا سعيد؟ قال: مات حماري. طبعا الحمار له شأن عندنا، الحمار هو المركوب، فقال: مات حماري وذهبت مني الجمعة ما استطعت أن أتي إليها، وذهبت حوائجي، يعني الأمور التي كنت أستعين بهذا الحمار لأقضيها الآن ستتأخر تتعطل. قال له شعبة: فبكم أخذته؟ ممكن واحد ثاني يقول: الله يعينك، ولا يقول: الله يفرج همك. جيد، هذا أنا معطي الكلمة الطيبة صدقة كما قال عليه الصلاة والسلام، ولكن انظر إلى اهتمامه بأحوال المسلمين. قال: فبما أخذته؟ قال: بثلاثة دنانير. قال شعبة: فعندي ثلاثة دنانير والله لا أملك غيرها. يا غلام هات تلك السرة، فيها ثلاث دنانير، فإذا فيها ثلاثة دنانير. فدفعها شعبة إليه وقال: اشتر بها حمارا ولا تبكي، لا تحزن. يقول له أيضا، قال عن النضر بن شميل قال: ما رأيت أرحم لمسكين من شعبة، إذا رأى المسكين لا يزال ينظر إليه حتى يغيب عن وجهه، يعني في مجلسه ينظر المسكين ويرقبه يرقبه، لأن ممكن مسكين في بعض المساكين يعني يجد هذه الكلمة تتردد في نفسه، لأنه الآن سيريق ماء وجهه وهذا أمر صعب جدا، فربما يتردد، يتكلم لا يتكلم، يطلب من الناس لا يطلب من الناس، فربما يذهب ويجي يجلس ويقوم، يعني ليلفت الانتباه متردد. فشعبة رحمه الله كان يرقبه ببصره حتى إذا لمح منه حاجة بادر وقضاها له حتى لا يحوجه إلى الكلام وإلى إراقة ماء وجهه حتى يخرج من المجلس، إذا خرج علم أنه ليس له حاجة. إلى هذه الدرجة كان معه مع المساكين. وهذه قصة يعني فيها شيء من الطرفة. يقول يحيى بن القطان، سعيد القطان، وهذا كما قلنا إمام كبير من تلامذة شعبة، قال: كان شعبة من أرق الناس، يعطي السائل ما أمكنه، يعطي السائل ما أمكنه، ما يرد، لا يرد سائلا، وهكذا ينبغي المسلم أن لا يرد سائلا ما استطاع ولو بكلمة طيبة، لأن الكلمة الطيبة تعد صدقة. فعن أبي داود الطيالسي قال: كنا عند شعبة في مجلس التحديث والعلم نكتب ما يملي من الأحاديث، فسأل سائل، يعني جاء شحاذ أو شخص يسأل أن يعينوه في مجلس شعبة، فقال شعبة لتلامذته: تصدقوا. فلم يتصدق أحد، طبعا لم يتصدق أحد، هذا يحمل عليه شيء، إنهم فقراء، لأن في الأصل كانوا يقولون في السابق أن علم الحديث صنعة المفاليس، أن الذي يشتغل بعلم الحديث يؤدي هذا إلى إفلاسه، وهذا صحيح. لماذا؟ لأن علم الحديث يحتاج إلى مجلدات كثيرة، يعني كتاب واحد تشتري مثلا يتكون من 10 مجلدات، يعني كما قلت لكم الآن كتاب السير، سير أعلام النبلاء، هذا ما يستغني عنه طالب حديث، 35 أو 37 مجلد، هذا يمكن قيمته قرابة 100 دينار أو لا أقل. مسند الإمام أحمد 50 مجلدا قيمته 100 دينار، مو كل واحد يملك هذه المبالغ، وهذه لا بد أن يحصلها طالب الحديث، ومن المستحيل أن يعتمد طالب الحديث على السيديهات والمكتبة، والمستحيل،
هذا السرعة لأمر عجالة، واحد عنده خطبة عنده درس مثلا ما يسع في الوقت يبحث في الكتب، يذهب للحاسب الآلي. لكن كتخريج أحاديث وبحث مسائل لا، لا بد أن ينظر في الكتب. فلذلك هم يقولون علم الحديث صنعة المفاليس يفلس، وهو قد أفلس، شعبة قد أفلس، البخاري أفلس حتى أكل خشاش الأرض، محمد بن إسماعيل حافظ الدنيا تأتينا سيرته أفلس، مع أنه توفي والده وترك له مالا كثيرا، لكن أنفقه في طلب الحديث. واحد يقول هذه الدرجة؟ نعم، إلى أكثر أكثر. هؤلاء إخواني كما قلت تشرب الحديث والفقه والعلم بشحمهم وعظامهم. تقول زوجة أحدهم والله إن هذه المكتبة وهذه الكتب أشد علي من 100 ضرة، لو متزوج 100 امرأة أخف علي من هذه الكتب، تكره الكتب من كثر الزوج ما يهتم بهذه الكتب والمكتبة. فهذا شأن عظيم يعني، وشأنهم مع الكتب والحديث والعلم يطول الكلام فيه. المهم جاء هذا السائل فقال تصدقوا، فلم يتصدق أحد من الطلبة، ما عندهم فلوس في الأصل. فقال تصدقوا فإن أبا إسحاق، ساق سندا وحديثا، ما عند إلا حديث، قال فإن أبا إسحاق حدثني عن عبد الله بن معقل، أو معقل، عن عبد الله بن معقل عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. شوف يحفز. قال أبو داود فلم يتصدق أحد، ساق لهم ما في فايدة. فقال فإن عمرو ابن مرة حدثني عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. قال أبو داود راوي القصة فلم يتصدق أحد، فغضب شعبة وقال تصدقوا فإن محل الضبي حدثني عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استتروا من النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. قال أبو داود فلم يتصدق أحد. فقال شعبة قوموا عني، بره، طردهم. قال قوموا عني فوالله لا حدثتكم 3 أشهر. طبعا هذه يعني طالب الحديث أخصم عليه سنة من راتبه ولا تحرم من التحديث أسبوع واحد، لا أبالغ، لشغفهم بطلب الحديث، فهذه عقوبة قاسية جدا عليهم. فقال قوموا عني فوالله لا حدثتكم 3 أشهر. ثم دخل منزله ما عنده شيء، فأخرج عجينا فأعطاه للسائل الفقير وقال خذ هذا فإنه طعامنا اليوم. يعني أمثال هذه المواقف أيها الإخوة، من الذي يقفها إلا من وفقه الله عز وجل وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. لكن نماذج رائعة هذا، تريد أن تعرف عالما سلفيا حق، أمثال شعبة، عالم علم وعمل، دين وتقوى، جهاد ودعوة. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الصحابي الجليل، يعني موقف شبيه، كان الصائم تعلمون عبد الله بن عمر كان من عباد الصحابة رضي الله عنهم. فكان في يوم صومه أتاه فقير قبيل فطري، طبعا صوم نافلة، فأخذ طعامه طعام فطوره الذي لا يملك غيره ودفعه إلى هذا الفقير، فعوتب في ذلك. فقال تذكرت قول الله تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فحتى يكون الإنسان من الأبرار لابد أن ينفق مما يحب مما يريد،
زوجته في إحدى الأيام، زوجة عبد الله بن عمر، كانت تتمنى أن يشتهي عبد الله بن عمر شيئا، تتمنى، فاشتهى سمكا ففرحت، فذهبت إلى السوق واشترت سمكا وجهزته له وكان صائما. ثم عندما أتى وقت الإفطار، في لحظة الإفطار قبيل الإفطار، سمع عبد الله الباب يطرق من قبل شخص، سأل وإذا به فقير، فدفع هذا الفطور الذي تكلفت زوجته في إحضاره إلى هذا الفقير، حتى أن زوجته قد لامته وعاتبته، قالت يرحمك الله يا عبد الرحمن تكلفنا، على قليل يعني أكلت منا قليلا. أيضا يسوق هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فهذا حقيقة مثال يعني عظيم جدا. بل قال عن نفسه رحمه الله شعبة الذي كان يلقب بأبي الفقراء وأمهم، أيضا يلقب بأبي الفقراء وأمهم من كثرة ما يقوم على حوائجهم، يقول: والله لولا الفقراء ما جلست لكم. يعني يبين لتلامذته، يقول: أنا أجلس ترى أحدثكم مو عشان لا، لأمور الدنيا، للفقراء طبعا، علاوة على الإخلاص الله عز وجل لا شك. ثم قال: للفقراء، حتى إذا اجتمعت في المجلس يأتي الفقير، فربما يتصدق عليه فلان وفلان فينتفع الفقير. ولذلك القصة التي قبلها رأيت كيف أنه غضب على طلابه ومنعهم التحديث لثلاثة أشهر لأنهم لم يقوموا بحق هذا الفقير. كذلك نختم يعني سيرته. كان كما قلت لكم من خلاله وخصائصه وشمائله، كان شديدا في التحديث، لا يقبل أي حديث يسمعه حتى يصرح المحدث بالتحديث. عن أبي داود الطيالسي قال: سمعت شعبة بن الحجاج يقول: كل حديث ليس فيه حدثنا ولا أخبرنا فهو خل وبقل. يعني خل وبقل، يعني شيء لا تلتفت إليه، لم يقل لك حدثنا وأخبرنا لا تقبله. طبعا هذا كما قلت لكم يعني ليس على إطلاقه. كذلك يعني من مواقفه العظيم أنه قال، والكلمة المشهورة جدا عن شعبة بن الحجاج، قال أبو نعيم: سمعت شعبة يقول: لئن أزني أحب إلي من أن أدلس. طبعا هذا قاله على سبيل المبالغة، ولا مو معنى هذا أن يزني، لكن يقول: أزني أحب إلي من أن أدلس. والتدليس معروف عند يعني من يعرف مصطلح الحديث، وهو أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة تحتمل السماع منه. طبعا كلام هذا يحتاج إلى، لكن يعني فقط للإشارة يعني. فكانت هذه شدته في على أهل الحديث، أنه لا يقبل إلا بالسماع، إلا بالتحديث صراحة، ولا يقبل بعنعنتهم. نختصر حقيقة يعني نذكر وفاته، وإلا يعني سيرته ماتعة حقيقة ومواقفه كثيرة وكلامه جميل، لكن قد أطلت عليكم. قد توفي رحمه الله يعني عن شبابة، قال: دخلت على شعبة في يومه الذي مات فيه وهو يبكي، فقلت له: ما هذا الجزع يا أبا بسطام؟ عند لحظة الموت: أبشر، فإن لك في الإسلام موضعا، يعني من الدعوة والعلم. فقال: دعني، فلقد وددت أني وقاد حمام وإني لم أعرف الحديث. يقول هذا ورعا، كما قال عمر الفاروق الملهم خليفة الراشد أمير المؤمنين، قال في لحظات احتضاره: قال: ليت أمي لم تلدني. طبعا هذا الرافضة سبابة الصحابة يفسرون تفسيرا آخر، يقول: شوف أكيد أنا شاف النار، قبحكم الله. رجل مبشر بالجنة على لسان الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي هؤلاء الزنادقة يقول هو في النار. فيقولون هذا الأمر ما بالتواضع ومن باب هول المطلع، وهذا كل سيعاينه. ألم يقل صلى الله عليه وسلم عن سعد الذي اهتز له عرش الرحمن، قالوا إن هذا عبد الصالح قد ضمه القبر ضمه،
لو نجا منها أحد نجا منها ساعة، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه الفتن والابتلاءات وساعة الاحتضار وهذا كل على العكس، المؤمن يشدد عليه حتى في ساعات الاحتضار ليخرج من الدنيا خاليا من الذنوب. لذلك هذه يعني كما قال السلف أنه قال: وددت أني لم أعرف الحديث، أني لم أعرف الحديث نظرا من خوفه أن هذه الأمانة، يخشى أنه ضيع الأمانة وما حفظ الأمانة وما ذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي له يعني القدم الراسخة في هذا العلم العظيم. توفي عليه رحمة الله، وقبل أن يتوفى قال لولده سعد: قال أوصاني أبي إذا مات أن أغسل كتبه، فغسلتها. هذه كانت عادة عند بعض العلماء لخوفهم وورعهم ومراقبتهم لله تبارك وتعالى، كانوا يوصون إذا توفوا أن تحرق كتبهم أو أن تمزق كتبهم، أو هنا قال اغسل كتبي، لأن إذا غسلت هذا الحبر سينزل خلاص، لن يبقى شيء مكتوب في هذه الأوراق. كل ذلك لماذا؟ خوفه ورعه، يخاف، يقول خلاص تعلم الناس ليسيروا، ولا أحب أن ينسب لي علم، كما قال الشافعي: وددت أن الناس تعلموا ولم ينسب لي هذا العلم. لماذا قال هذا؟ إخلاصا وخوفا أن لا يكون قد أدى هذه الأمانة. فيقول الذهبي رحمه الله قال: وهذا فعله غير واحد من اتلاف الكتب بالغسل والحرق والدفن، خوفا من أن تقع في يد إنسان واه يزيد فيها أو يغيرها. توفي رحمة الله عليه 60 و100، وله من العمر 77 سنة قضاها في الدعوة والعلم والذب عن سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر له وأن يجازيه خير ما جازى عالما عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا وإياه والحبيب صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. هذا والله أعلى وأعلم، ونلتقي أيها الأحباب الكرام في لقاء قادم مع سير أعلام الهدى. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.